عندما تأمل الفلاسفة والمفكرين الأوائل في نشأة الكون، توصلوا إلى فكرة أساسية مفادها أن الكون حادث، أي أنه ليس أزلياً ولكل حادث سبب. ومن هنا انطلقوا للاستنتاج بأن هناك مصدراً أو خالقاً أوجد كل شيء، وأطلقوا على هذا المصدر اسم الله، زاعمين أنه هو من خلق الكون من العدم، إذ افترضوا أن قبل الكون لم يكن هناك أي شيء سوى العدم. هذه الفكرة الفلسفية فيها شيء من الصحة، لكن فيها فجوة كبيرة. ففي زمن هؤلاء الفلاسفة كان العلم في بدايته، ولم تكن لديهم الأدوات أو الاكتشافات التي تمكنهم من فهم طبيعة الوجود على نحو أعمق. ومن المؤسف أن بعض الفلاسفة المعاصرين لا يزالون مجرد ظلال لتلك الأفكار القديمة، يتبنونها من دون تمحيص، ويعارضون كل فكرة جديدة قد تخالف أسس الفلسفة التقليدية التي يعتنقونها. لنعد الآن إلى تلك الفكرة القديمة ولنتأمل الفجوة العلمية فيها، وهو افتراض وجود العدم المطلق. لقد أظهرت الاكتشافات الفيزيائية الحديثة لا وجود له بالمعنى المطلق الذي تصوره الفلاسفة الأوائل. لا يمكن أن يوجد لا شيء مطلق، فكل ما نعتقد أنه فراغ أو عدم هو في الحقيقة شيء. صحيح أن الكون حادث وله بداية، لكن السؤال الأهم هو: ماذا كان قبل بداية الكون؟ هل كان هناك عدم مطلق كما ظن الفلاسفة الأوائل؟ الإجابة العلمية هي بالطبع لا. الفيزياء تؤكد أن ما نراه كعدم أو فراغ ليس عدما بالمعنى المطلق، بل هو شيء يحتوي على طاقة وخصائص معينة. إذا تجاوزنا حدود الكون المعروف وذهبنا إلى نقطة فراغ، فلن نجد العدم المطلق، بل سنجد ظلاما دامسا وسنجد لا شيء. لكن هذا اللا شيء لو فحصناه لوجدناه مليئا بشيء له طاقة ووزن، وهذا الشيء كان يعتقد أنه عدم، وهو ما يطلق عليه العلماء اليوم الفراغ الكمي. هذا اللا شيء الذي هو في جوهره شيء أزلي، أي أنه ليس بحادث ولا مخلوق. وإذا طبقنا نفس منطق الفلاسفة الأوائل الذين قالوا أن الله أزلي وغير مخلوق، فإنه يمكننا القول أن هذا اللا شيء المليء بالطاقة هو المبدأ الأساسي للوجود. إذا كان هذا الشيء الأزلي هو السبب الذي أدى إلى ظهور الكون، فما الحاجة إلى وجود خالق خارجي مثل الله التقليدي الذي تصوره الأديان؟ إن الفلاسفة أصحاب فكرة الله، عندما نسألهم من خلق الله أو ما هو السبب الذي أدى لنشوء أو ظهور الله، ألا تقولون بأن لكل شيء سبب؟ سيجيبوننا بأن لكل موجود موجد ولكل شيء سبب، لكن هذا ينطبق على الأشياء الحادثة وليس على الله لأنه أزلي. ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن المفكرين القدماء لو كانوا يعيشون اليوم ولديهم المعرفة العلمية الحديثة، لربما كانوا سيقولون أن الله الذي تحدثوا عنه وفي الواقع هذا لا شيء الأزلي، وليس الله الذي لديه الجنة والنار ويجلس على عرش عرضه كعرض السماوات والأرض. من حق المستمع أن يتساءل عما إذا كان من الممكن تأكيد مفهوم عدم وجود العدم في الكون بطريقة علمية بناء على مبادئ الفيزياء الحديثة، وخاصة الفيزياء الكمية
وعلم الكونيات، إليك شرحا مختصرا ومبسطا. أولا، في فيزياء الكمية، الفراغ الذي نتصوره عدما ليس خاليا تماما، بل هو مليء بالتقلبات الكمية، حيث يتكون من أزواج، جسيم وجسيم مضاد له. أحد هذه الجسيمات يملك طاقة سلبية، ولذا يدعى بالجسيم الافتراضي. تنبثق هذه الجسيمات للوجود ثم تختفي بشكل متواصل وبسرعة كبيرة، وتختفي باستمرار في عمليات تعرف بتقلبات الفراغ الكمي. هذا الفراغ مليء بالأمواج الكهرومغناطيسية المتأرجحة التي يستحيل التخلص منها بشكل كامل، كأمواج المحيط التي تكون موجودة دائما ولا يمكن إيقافها. توجد الأمواج المذكورة بجميع الأطوال الممكنة، ويقتضي وجودها احتواء الفضاء الخاوي على كمية معينة من الطاقة، طاقة لا يمكننا رصدها لكنها موجودة دائما، وتسمى بطاقة نقطة الصفر. يتم قياس هذه التقلبات في التجارب، وأحد أبرز الأدلة على وجودها هو تأثير كازيمير، وهو قوى فيزيائية ناتجة عن المجال الكمومي الذي يظهر عند وضع لوحين معدنيين قريبين في الفراغ، حيث يمكن ملاحظة تأثير القوى الناشئة عن هذه التقلبات. إذا تم وضع مرآتين بمواجهة بعضهما البعض في الفراغ، سيتسنى لبعض الأمواج التموضع بينهما، ترتد بينهما جيئة وذهابا، بينما لا تفعل ذلك بقية الأمواج. بينما تقترب المرآتان من بعضهما، لن تتسع المسافة بينهما للأمواج ذوات الطول الأكبر نسبيا. وينتج عن هذا أن كمية الطاقة الكلية في الفراغ الموجود بين صفيحتين ستكون أقل بقليل من كمية الطاقة الأخرى الموجودة في الفراغ الباقي. وهكذا ستقوم المرآتان بجذب بعضهما البعض، تماما كما سيقترب أي عنصرين يربط بينهما نابض متمدد من بعضهما البعض في حال انخفاض كمية الطاقة المخزنة في النابض. ثانيا، قانون حفظ الطاقة ينص على أن الطاقة لا تخلق ولا تفنى، لكنها تتحول من شكل إلى آخر، وبالتالي حتى في المناطق التي نعتبرها فراغا هناك طاقة موجودة، مما ينفي وجود عدم مطلق. على سبيل المثال، الإشعاع الخلفي الكوني سي أم بي، أو ما يسمى إشعاع الأمواج الصغرية للخلفية الكونية، تلك الإشعاعات الكهرومغناطيسية التي يمكن التثبت من وجودها في كل مكان في الفضاء، والتي لا يمكن تمييز مصدر معين أو ملموس لها، وتسمى الإشعاعات الخلفية التي تقع في نطاق الموجات الميكروية. هذه الإشعاعات دليل على أن الكون كان مليئا بالطاقة منذ بدايته. ثالثا، تملأ الطاقة المظلمة، وهي شكل من أشكال الطاقة التي لا تزال غامضة، تملأ الفضاء كله. يعتقد أن هذه الطاقة هي المسؤولة عن التوسع المتسارع للكون. وجودها دليل إضافي على أن الفضاء بين المجرات بالتأكيد ليس فارغا تماما. رابعا، نظرية النسبية العامة ترى هذه النظرية أن الفضاء نفسه ليس عدما، بل هو نسيج يمكن أن يتأثر بالكتلة والطاقة. هذا يعني أن حتى الفراغ إذا تواجد يمتلك خصائص هندسية مرتبطة بالجاذبية. خامسا، أظهرت بعض النماذج الكونية مثل تلك التي اقترحها الفيزيائي لورنس كراوس أن الكون يمكن أن ينشأ من تقلبات في الفراغ الكمي
من دون الحاجة إلى عدم المطلق. هذه الفكرة تستند إلى أن القوانين الفيزيائية تسمح بتحول الفراغ الكمي إلى طاقة ومادة. خلاصة القول أنه في الفيزياء الحديثة العدم المطلق، والذي يعني غيابا كاملا للمادة والطاقة والقوانين الفيزيائية، هو غير موجود إطلاقا. فالفراغ الذي نراه مليء بالطاقة والخصائص الفيزيائية، حتى إذا نظرنا إلى لا شيء على مستوى كوني فإنه يحتوي على عناصر كالطاقة، جسيمات مضادة، والقوانين التي تحكمه. ختاما نقول أن التأمل في هذا المفهوم يدعونا إلى التفكير من جديد في علاقتنا بالوجود، ويدفعنا إلى تجاوز الأساطير والرموز نحو فهم علمي أعمق لماهية الكون ومصدره الحقيقي. دمتم بخير.